تفتكر اول دروس علمتها لك؟ لا هي كانت شديده. يعني انا كنت في ابتدائي، هي كانت نظره المدرسه اللي انا فيها، اللي انت فيها. فهي ام ونظره كمان. نحن النظره بقى. فماشي بقى في حمى بقى العيال الاكبر مني وبتاع، واي حد يجي يضربني اجيب فلان يضربه، شقاوه الاطفال بقى اللي هي في المدارس دي. ومحدش قادر يكلمني انا بالنظر، اما هيعمل ايه؟ بس هي كانت ما تسكتش ابدا. ما فيش مره عملت غلطه وودوك للنظره المكتب؟ طبعا حصل. وتضربني. تضربني هي نفسها تضربني. طب شعورك ايه وانت داخل على النظره ومامتك في نفس الوقت؟ ما انا ما كنتش بقى بفرق في الحكايه دي، هي ماما بقى خلاص. ماليش دعوه بقى النظره بقى مش نظره، انا دي امي يعني. انا هقول لها، كنت بقول لها يا ماما وانا صغير كده، ما اقولهاش يا ابله مثلا.